فوزي جبل وأنت محامي، الفصل الأول من مرسوم 2011 للمحاماة والفصل 105 من دستور 27 جانفي 2014 يقول أو يقولان إن المحاماة شريكة في قامة العدالة. بعد المرسوم 11 هذا بتاع 2022، هل بقي وإذا سلم بعد تسليم يعني رقاب القضاة للسلطة التنفيذية كما قلت في ترقياتهم في نقلهم وحتى في المجالس التأديب، هل بقي من معنى أن تبقى المحاماة شريكة في قامة العدالة في كذا ظروف تشريعية وقانونية؟ لا طبعا مش من شريكة يا رجل، الدستور ومفهوم الشراكة أكله الحمار كما كان يقول أستاذ الجامعي قيس سعيد قبل أن يصل إلى الرئاسة، كان يتحدث عن الدستور أكله الحمار. لقد انتهى ذلك الدستور في عرف التصرف اليومي للسلطة، ولا شريكة ماذا؟ إذا كان هي السلطة القضائية نفسها أو القضاة أنفسهم لم يعودوا شركاء، هم تم تحويلهم إلى موظفين عند الباب العالي وعند الحاكم بأمره ليستجيبوا للأمر الذي يصدر إليهم أو هكذا يراد لهم طبعا. وإذا لم يستجب أحد فهذا يطلب رئيس الحكومة أو وزيرة العدل من مجلس القضاء إعفاؤه، وإذا لم يعفي ذلك المجلس فإن الملف ينقل إلى رئاسة الجمهورية. يعني نحن في حالة متاع مسخرة قانونية وسياسية ودستورية، ولا يمكن الحديث لا على دستور ولا على قانون ولا على حتى شيء. محاماة عادش فما شراكة، أي شراكة نتحدث عنها؟ نحن لا نتحدث على عدالة حتى نتحدث عن شراكة في العدالة. يعني حتى في الحد الأدنى كمحامي، يعني كيف له أن يضمن شروط المحاكمة العادلة وهو ينوب منوبيه يعني في القضايا إذا كان القاضي نفسه كما قلت لا يملك أمره؟ يعني مسألة وسط العظم. يعني شوف 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 شوف، رو ربما اللي ما يعرفوش المنظومة نتاع العدالة وعلاقتها بالسلطة يلزم ينتبهوا الحاجة إنه الحاكم حتى قبل الثورة ما يحتاجش إلى كل القضاة لكي يسير البلاد كما يريد، يحتاج إلى 50 100 200 300 قاضي على مستوى الجمهورية، ربما بعض الدوائر يضعهم، نعم يضعهم في المراكز التي يحتاجها بدون شك. بمجرد اشتغال هذا المجلس المؤقت للسيطرة على القضاء سيتم تغيير وكيل الجمهورية بتونس، سيتم تغيير الوكيل العام لدى تونس، سيتم تغيير بعض رؤساء الدوائر الجناحية والجنائية، سيتم لأنه ما يهموش في المدني وما يهموش في العقاري وما يهموش في الأحكام تصدر ولا ما تصدرش وما يهموش في الأجال وما يهموش في أمراض منظومة العدالة. راهو يلزمنا ننتبهوا الحاجة اليوم في ظل الطغمة الإعلامية اللي تنشر في الأساطير المؤسسة الدكتاتورية، راهو منظومة العدالة منظومة شديدة التعقيد، راهو ما نجموش نفسروها بعنوان هكا فساد 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 نغنيه وكأننا نشطحوا في مذبح ونفسروا. أنا منظومة العدالة فيها قضاة وفيها محامين وفيها خبراء وفيها عدول تنفيذ وفيها أمن وفيها نيابة عمومية وفيها قضاء جالس وفيها مستويات مختلفة وفيها منظومة ترسانة كبيرة من الإجراءات وفيها إشكاليات كبيرة. ما نجموش تختزلوا كل هذا في عنوان سطحي جدا شديد السطحية وشديد النية سيئة اللي هو الفساد ونفسدوا بكل شيء. صحيح بلي انه كانت المنظومه هذه فيها مشاكل، لكن اللي صاير اليوم ماهوش مسار اصلاح، هو مسار افساد. يعني باش نفسر شويه قرب الصوره، افترضوا بلي فما جسد بتاع بشر فيه اربعه او خمس او سته امراض، جاءت الثوره او محله معينه عالجت احد الامراض وتغاضت عن بقيه الامراض. فما مشكل الكفاءة، فما مشكل البيروقراطية الإدارية، فما مشكل النزاهة، فما مشكل الصورة بشكل عام، فما مشكل الأحكام، وفما مشكل الاستقلالية. جات الثورة عطتها شحنة من الاستقلالية عالية لكنها ما عالجتش البقية الحمراء، أو ولكن رغم ذلك بقية الشحنة الاستقلالية التي ظهرت ونجحت للقضاة ظهرت لنا تعيش في المحكمة، تعرف أنه فما كبير من القضاة أصبحوا مرتاحين يصدروا في أحكام رغم الظروف، رغم الظروف السيئة، وفما حالات أخرى سيئة، وفما فساد. أنا ما نقولش ما فماش فساد وما فماش أمراض، لكن اللي ترك الأمراض التي تم تورطها وأعيد المرض السابق لوقع التعب بشكل أكثر فجأة وبشكل أكثر تدمير، وبالتالي هذا سوء أكثر سوء. يعني الحاكم ما يهموش.